هذه هي الجنبه باش تزوج. الأحباء يا ربي تكونوا بخير وعلى خير في صحة جيدة. هنا رقيتوني شدة الطريق أنا المتتبعة وبنتها، غادي نبدلوا الجو يا موتو بالسم. بغيتوني نغبر هادوك اللي بغيتوني نغبر أبوت نبت في اليوتيوب على قلبكم. الأحباء شو شرط بالكم قنية هاي 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 سيري حبيبتي سيري دغيا نوصلوا لها عندك غير شوية عليك مسكينة ربات. الأحباء كل شيء في هذه الحياة عنده الحل إلا الموت، هي الوحيدة اللي ما عندهاش الحل بيد الله سبحانه وتعالى. خرجة وحدة كتنسي كل شيء ضروري غتنسي، راه الجرحة ديال الموس وكتبرى، فما بالك بحال هاد المراحل. هافي لقيت راحتي شتوني هافي كل لقيتي زوني لحوني لهيه ندير بسم الله ونطلع فرن. والله إلا كل لقيتي لحوني تم ما نعاودش نطلع مع تبارك الله كنعرف نعوم تما نمشي. حنا جينا حنا والحبايب كنضربوا دويره في البحر، جينا شربنا قهوه تسارينا يا راكم عارفين تم يلا وتانا نيت قلبي عامر خاصني عافين نمشي. حنا جينا هنا دابا طارا قلنا بلاصه زوينه صراحه الله فن راه الناس كيصيدوا لها. ما شدكش يا حبيبتي ما تخافيش راكي ما بيناش. احبان بخير لاباس عليكم صحتكم مزيانه حيتوني كنتسنى احمد غادي يجي دابا راه غادي يجي دابا عندي باش نمشيو عند المراه ديالو لحقاش ما شافهاش ملي مشينا للمغرب فاش كنا غادي للمغرب فاش مشيت انا وياه نسلم عليها من تما ما مشاش عندها انا ما عرفتش علاش مشيت عندها. دابا انا جوج مرات بوحدي عيطات لي قالت لي والو خاصو يجي عندي واجا كاع ما صورت لكم فاش وصل اويلي ماليطا كاع ليكو في ريبورتاجي. غادي نشربو قهيوة عاد نمشيو ناخدو شي كافي صور ونمشيو. لحقاش طوبيس باقي ليه 20 دقيقة الحمد لله طفر الطوبيس نور في طاسي فينتا باقي ليه ب 22 دقيقة وحنا غنكسو نشربو قهوة غير فرادة ديال الطوبيس. سكويكر كتهزي السكر وكديري له ديك العباد ها وها طلبنا هي قهيوة كحلة الصراحة. حسبيهم غير يومين اصلا النهار النهار اللي جاو فيه جاو حتى العشيه ما دخلوا الدار عندي حتى التسعود الليل دخلوا واكلين وكلشي دوزوا معايا لا غد ليه دوزوا معايا البارح واليوم مشاو. قبيله شدتني البكيه وقسم بالله صليت الظهر بقيت كنبكي علاش عرفتي بحال الدار عمرات عليا. انا من نهار اللي تزوجت وانا اللور اللور ديك الدار ما عمر عاش معايا فيها شي واحد كنت ديما فيها بوحدي ونهار اللي سكن معايا الطليقه ديالي ديك المده ولفت عندي الوناسه ومنين جات هاد المراه وبنتها عاوتاني حتى هي غير 3 ايام عاوتاني ولفتهم. دابا وديك الدار ولات كتجيني بلان كندخل كتشدني البكيه قسم بالله العظيم عرفتي الوناسه شي حاجه زوينه زوين يكونوا معاك الناس صافي قلت لك بينا لما الروز تكون انت وشفتو غادي تشوفو معاك ايه عندي فرونا كوف هي تولي فروترو سمعتو قال لك ملي مشيت للمغرب سبيرا ستة فوقاش مشينا حنا في العيد الكبير سبيرا مشينا في الاخر شهر خمسة ستة سبعة ثمانية كاسي كاسي فواترو مايو استا ميسي الكوادرو فاطمه ميسي اه دردن 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 الله يمك تنشرفو نموتو بالزربه لا بيضه دغيا. عرفتي صحاب راسنا غير حنا اللي غادي نشوف شحال الناس يا اختي غادي تبارك الله اليوم بزاف الناس جايين يزورو. الوالده سمحي ليا شتي واحد الحاجه الحياه كتكون بحال الشكل ديال فاش كيجرحك موس في الكوزينه كتكوني كتقطعي بالموس في الكوزينه وكيقطع لك صبعك ديك الجرحه النهار الاول كتضرك النهار الثاني كتضرك بلا ما تشوفو الدري الا دربزت النهار الثاني كتضرك الجرحه النهار الثالث كضر انا شحال كيقعطاش غنشد الريح شوف شحال كيجري شوف النهار الثاني كتضرك النهار الاول كتضرك ما حد ديك الجريحه كتبرى وانتيا كتبرى راه بحالك وحنا دابا مع الحياه. انا دابا نجي نشوف غا هاد المراه هادي ندي فيها واحد الاجر نخرج فرحانه وناشطه
مهم تلقاوني دايره ليزي كندير القران في الطريق باش كنفوش. بسم الله على بركه الله. هادي شحال كيجري اختي هاد السيد، عرفتي كلشي نقي تبارك الله، الله يعطيهم الصحه والله. كي طار كارينيو سي بارتا بور اكي اي كوم يا تين لا فورما ديال بونيولو. بغات مسكينه صنداله مسكينه تاني كي بروفار كارينيو سي طلبات ليه الكساوي الصيف فات. شحال جاب لها ديال الكساوي؟ باني دير كودون هي قالك عجبوها الملابس الداخليه اللي جبت ليها. قالت لي الاحبه نجيب ليا الحوايج من المغرب، بغات بيرميده بغات تريكو ابيض ان شاء الله باش نمشي غنجيب لها. شوفوا هذه انا اللي شريتها لها شتي الريحه ديما كتعجبها مسكينه. بروستاس بيان كارينيو نو قلت لك كنشطح الحمد لله يا ربي. شتوها قلت لها كتمشي قالت لي راه بغيت نشطح لك كاع ونا تندار ونا يورو ونا يورو بين مخير ونا يورو ونا يورو كنقتلها بالضحك. كي كولور ما ادري هي كيتشولو ميرك دي كامبريس نو على السنتر سي بوركي كامبريس هي ميركاو غراندي بيرو استا كومو لا تايا ابو لي غرانديسيما نو بونو شي ليبا ماشي بيرو نو تي غوستا نو بارا تي بوركي لا بيلار سيمبري بوني كوساس كورتيتا سي سي ويا استا ميرا كي غوابا باستو ان كونجونتو دي سوس كيرو يو ويريمي اش واش نشرات وي لارغا كينو كوشي ديال لارغو سي بودي يبوني السنتورون اكي اي سالي بيان ما تاكس السنتور ديالي كومبرا الغو نويفو شري لها الجديد اش من بغيتي تعطيها صمتك قديمه دولي شوفوا شوفوا شعرها شحال كان حماق عليه شوف واكي حماق اسري اسري غيمشي علينا طوبيح انا والحوايج كاملين ديال الحوايج وبغات عاوتاني حنا مرضات بالحوايج صافي حنا غاديين صافي صحنا واحد والله العظيم انا خمرت الدار وعيت دكدكت مع عمتي شي سيمانه قبل ما يجيو عندي المتتبعه وبنتها ما بقيتش كنشقى ما عندي الخاطر حتى شي حاجه ولكن اليوم بردت الغديت في الدار عرفتي غديتها هكا كدي باش كون جالس هنايا شوفوا مشات تجيب لي شنو نشرب شوفوا جلست نتقهوى معاها مشات تسخر لي شوفوا اكواريوس دي ليمون كومو سيمبري الحبيبة ديالي ماما كويدا كاسياس ماما عرفتي درت واحد تخميرة للدار رديت بوها هكم مقني هاد الستيل هذا هو اللي غنزيد منه الالوان واخا في هاد الحجيرات هادو ما يخالف والله ما يخالف المهم داك الحجيرات كيعطيو واحد المنظر زويون صافي غادي يبانوا لكم الشالات هنايا ديالي هادو غادي نديو من المغرب جلابه العرس نمشي غير بواحد الشال من هنا فاش نوصل تما غيكونوا الشيلان ديالي في الماريون نبقى نديرهم. بغيت نشارك معكم هاد اللعيبه حيت بزاف كانوا كيقولوا لي في الانستغرام فدوا واش هذيك اللعيبه اللي كانت كدير فيها ماجده في المغرب المسمن بزاف كانوا كيقولوا لي منين جاتكم. شوفي اختي الا بغيتي ما تكرفسيش على كوزينتك ها الحل شتي ها هو الحل هذه كتعجني عليها المسمن مثلا بحال هكايا شتي بحال هكا فوق البوطاجي وكتكرسي عليها المسمن وكديري عليها الحلويات كما كتشوفوا انا شحال مره كندير مسمن هنا كيولي كلشي عامر بالزيت كنتعذب خاصني نسالي خاصني ندير شويه جافيل خاصني نغسل البوطاجي المهم كلشي كيعمر بالزيت راكم عارفين المسمن كيخلي الزيت اللي كيقول لي ما كاين لا مغرب لا والو ها هو البي انا قطعت البي البارح علاش انا تعطلت على المشيه ديال المغرب الناس اللي كيقولوا لي فدوا كتقولي لنا انا غدا انا غدا انا تعطلت على ود الوكاله عاد جابها لي الطليق ديالي جابها من القنصليه لان كان شد موعد مع فوقاش هو شد الرونديفو في القنصليه الله وصلت النوبه وجابها هذه الله عطاها لي دابا شي 4 ايام ولا 5 ايام هكاك عطاها لي
عمركم شي وحده غادي تلقى واحد وعطيه وكانت ديها معاها. اويلي واش هذه هي اللي غتحيد من اليوتيوب كتاخذ فلوس باردين؟ شكون اللي قالك الفلوس باردين؟ راه النحله وما كتقرصكش فابور. شكون اللي قالك اصلا الفلوس باردين في الدنيا كامله؟ ما كتعقلي على بنت الغربه نهار الاول فاش بانت لوجه بنت الغربه النهار الاول هو هذا. عرفتي لي ستريس اللي كيعيش فيه الانسان اللي كيشارك حياته؟ عرفتي العيا اللي كيعاني منه الانسان اللي كيصور فلوق وكيدير مونتاج وكيصايبو باش يحطو؟ عاد زيدي على انا ما قارياش، يعني كانت بزاف الحاجات ما كنعرفش نديرهم، كنعيط لختي وكنبقى نتقاتل وندير ونتقدد باش ما غنحط داك الفيديو تكيمشي فيا النص. عرفتي شنو هي انك باش تشاركي مع متتبعين تبارك الله اكثر من 200,000 و10 تبارك الله ما شاء الله الله يحفظهم اللي كتابعك. عرفتي شنو هي باش تشاركي حياتك؟ عرفتي شنو باش تهزي تيليفون وتصوري وجهك؟ عرفتي شنو باش تشاركي حياتك؟ نعستي في الزنقه ولستي بالجوع حفيانه عريانه؟ اتحداك ثم اتحداك واش تقدري تبارطاجي الحياه ديالك؟ راه الناس ولات كتلاقي الناس ما بقاش تقد تعاود على راسها شنو كلات وشنو شربات، حيت ولينا كنعيشوا واحد الزمن خايب. انا واحد الانسان اللي كيبقى حماق على الضب، راه هادشي علاش حتى الزواج ديالي ما نجحش، حيت انا الحاجه ما تنبغيش واحد يفرض عليا الحاجه. شتي انا بغيتي ندير الحاجه كنديرها بخاطري، ما كنبغيش واحد يقول لي ديري. شتي هذاك اللي كيقول لي ديري والله لا درت، اللي كتقول لي ما ديريش مثلا هاد الدره ولا هاد البوني غنديرو حيت انا باغا نديرو. يعني ماشي كنسمع الهضر، كاينين شي حوايج كتسمعيهم كيكونوا في المصلحه ديالك وكتلقاي انهم في الخير ديالك وكديريهم، كاين شي حوايج لا. فلهذا انا ضد في هذوك اللي قالك هادي واش غتمشي من اليوتيوب ولا انا ما غاداش من اليوتيوب. ضد في هذوك اللي قالوا لي سيري من اليوتيوب لقيتي الفلوس باردين لقيتي سميتو، وانا ضد فيكم غنبقى في اليوتيوب، ضد فيكم. ونهار اللي غنبغي نحبسو هذاك الشيء غيجي من عند الله سبحانه وتعالى، اما غنموت اما غنتزوج شي راجل اخر غيقول لي صافي غبري وانا غنهزك غنغبر. غير باش نقول لكم واحد الحاجه مواتي العزاز، بغيت نقولها لكم دابا تخنقت وشدتني البكيه عاوتاني. اقسم لكم يمينا وهذا النهار المبارك والله ما يدك شي راجل وانت ما خداماش وما عندكش الجيب، والله لا داك. حنا كنعيشوا في واحد الوقت الراجل ولا كيقلب على المراه اللي خدامه وبزطامها بلا ما نكذبوا على راسنا. الا شي وحده مزوجه شي راجل وهزه ومكفل بوليداته بكلشي راه كاينين، كاين الراجل تيقول لك انا مرتي تقص في الدار تقاد غير وليداتها ما تخصها تا خير. ولكن هادو ديال دابا هادو اللي كنعيشوا معاهم حنا دابا اقسم بالله مخير الا كيقلب غير شنو عند المراه، واش عندها دار، واش عندها فلوس في البنك، واش خدامه، واش عندها المدخول، واش ما عندهاش. يا والله لا داك مقرده ما غايديكش على زينك وجمالك والسالف اللي كيضرب حتى الارض، غادي يديك حيت بالدراع ديالك. وبلا ما نبقى نضحكوا على راسنا الله يجازيكم بخير، الله يجازيكم بخير. دابا انا بنت الغربه جالسه شاده قنت كنخدم خدمه عاديه كندير غير الميناج شي سويعه شي سميتو، ما عمري ما خطبني حد، ما عمر حاشاه ليا حد، ما عمر شي واحد حاشاه ليا. اللي تيخطبني تا وليت في اليوتيوب ما تبقاوش تضربوا الشمس بالغربال. انا ما حماقيت ما في انهيار عصبي، انا في كامل قوايا العقليه. هادي جلابة العرس، هادي باش تجوبش، هادي جلابة العرس عندكم تقلقوا انا لقيت راحتي. شتي انا دابا كنقطع فيها وقلبي كيرتاح. ها جلابة العرس، ها هي جلابة العرس، دابا انا ارتاحيت. مالنا اختي مالنا على هاد الحالة؟ والناس اللي بقاو كيقولوا لي انت نكرت الخير، نكرتي خير اختك ونكرتي خير هادي، واش انا سمعتوني قلت لكم شي حاجة على اختي؟ واش انا سمعتوني قلت لكم خوتي خايبين ولا فعلوا تركوا؟ انا قلت لكم في هذه المحنه هذه ما عقل عليا حتى واحد. انا خوتي كنت كنتسناهم يعطيو لي كلمه حنينه ويقطوا ويطبطبوا عليا يقول لي يا حبيبه ما تقلقيش دابا ربي يجيب لك ولد الناس. وهذه خوتي قالوا لي دبري محاينك، انت اللي تزوجتي انت دبري الراس، نقدروا نقولوا لك لا تطلقي ولا بقاي. يعني في هذه المحنه بالضبط ما لقيت حتى واحد في خوتي معايا، الوحيد اللي وقف معايا في هذه المحنه هذه، الوحيد اللي وقف معايا في هذه المحنه وهو راجل اختي الوحيد. تخيلوا ما كندوي حتى مع شي واحد في التليفون من غيره هو، اين فوا كنتجيب كنزير كنعيط ليه.
راجل اختي وقف معايا، وقفت راجل حر دار معايا، عطاني هذاك الشيء اللي ما داروه ليش عائلتي كامله. هذا غير راجل اختي، لقيته احسن من خوتي كاملين، هو اللي وقف معايا. تقول لي يعني الشيطان انت الله يفصح حياتك، راه ما يعرف حتى واحد، راه عندك يوقع لك شي حاجه وانت راه بوحدك. يعني هو الوحيد اللي لقيته صافي، كل ما قطعت شي الجلابه ما غنبردش. اجلي لي باش شتو شتو خويتي نهار اللي تزوجت بقيت لاصقه على ما حيدتهاش. مع هاد الشتا الخير تاع الله سبحانه وتعالى، تخيلوا هذيك الشتا مع هاد الحوته والخضره، راه عرفتوا كي كيجي خطير. صافي غادي ندير لها هاد الكاغيط وعاد ندير لا بابيل الومنيوم، صافي نصيفطها هو الفران راه شاعل. قالت لك فلوس اليوتيوب باردين، شوفي بالمونتاج تلهيت، جيت لقيت الحوته كانت غتحرق شفتوها، كندير المونتاج الفيديو جيت لقيت كنت غنبقى بلا ماكله. الناس اللي تيقولوا لي فدوى كيفاش نقصتي كيفاش كذا، الخبز باش كنعيش راه واعر هاد الخبز، راه ما فيه حتى حاجه شفتوه، هذا راه خبز عادي، هذا خالي الدسم، ما فيه حتى حاجه، ما فيه لا خميره لا زبده لا والو، خبز عادي شفتوه، سميتو بيو، هو غالي شويه في الثمن ولكن مزيان. انا كناكل غير طريف بحال هكا، بحال دابا غنتغدى غناكل جوج طريفات، اما انا نورمالمون كناكل غير طريف واحد. المونتاج اختي خلاني الماكله كانت غتحرق، شتي كنت غنبقى بلا ماكله. المغرب كيعيط صراحه، هذه اول صفيره كنديرها ما عجبنيش الحال، روحي غادي تخرج. الحمد لله المهم بالي توجدت تاع باش نبقى مرتاحه، ديت حويجاتي شحال من حاجه بغيت نخليها في المغرب.